منذ الصباح يحضر الشيف زمن الأطباق استعدادا لتقديمها لمرتادي مطعمه من جماهير كأس العالم. الأعظمية مطعم عراقي يتوسط سوق واقف في الدوحة، يقدم أشهى الأكلات العراقية لزوار المونديال القادمين من أرجاء العالم. الحمد لله أنه شغلنا مستمر وأمورنا طيبة، ويعني الأكل العراقي مرغوب بكل مكان والمطبخ العراقي مرغوب بكل مكان، وإحنا هنا جينا بقطر من 2007 فاتحين المطعم وأمورنا تمام وشغلنا يعني درجة أولى، والأكل العراقي مرغوب هنا، يعني الناس ترغب، الأجانب يرغبوا، العرب يرغبوا، زبائننا عندنا موجودة هنا والحمد لله. من بين المطاعم المتنوعة في الدوحة يبرز مطعم الأعظمية، هذا الاسم الذي اقترن بمدينة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وسط العاصمة بغداد، والذي يقدم السمك المزقوف والكباب والبرياني، وهي أكلات عراقية يشتهر بها المطعم ولاقت إقبالا كبيرا من قبل الزائرين العرب والأجانب القادمين لحضور كأس العالم. الطبق العراقي يتميز عن جميع الأطباق الشعبية الثانية زي المغربية زي اليمنية زي السعودية. الطبق العراقي هنا هواي، يعني ما جربناه كثير، جربناه برا، بس إنه الطبق العراقي يشتهر بالمشويات بالأكلات اللحمية، يعني صراحة جدا لذيذ وجدا، بس باقي حاجة واحدة ما جربناها، السمك المشوي اللي هو على الفحم. رائحة العراق وتراثه أصبح جزءا معتادا في جميع المحافل الدولية، فالأكلات العراقية زاحمت التنوع الكبير في الأكلات العالمية التي تشهدها قطر، وهي تستقبل ضيوفها من جميع بلدان العالم. من العاصمة القطرية الدوحة، محمد قادر، يو تي في.